بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن وزارة العدل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30. تعلن وزارة العدل للجمهور الكريم عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر شوال، وذلك في تمام الساعة 6 من مساء اليوم الاثنين 29 من رمضان لسنة 1445 من الهجرة، الموافق 8 من شهر ابريل لسنة 2024 من الميلاد، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء الكائن في منطقة مبارك العبدالله الجابر خلف أرض المعارض. والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر شوال في هذه الليلة أن يتقدم إلى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته. وبهذه المناسبة يسر وزارة العدل أن ترفع أسمى التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى سائر المواطنين والمقيمين وكافة المسلمين، داعين المولى العلي القدير بأن يجعل هذه المناسبة الكريمة خيرا وبركة، وأن يتقبل الله صيامنا وصالح أعمالنا، ويتم نعمته علينا وعلى ربوع وطننا العزيز وعلى أمتنا الإسلامية والعربية.